يقول أحسن الله إليكم: أرجو من فضيلتكم تأكيد هذا الفهم لدي لكي أنقل عنكم الفتوى. حين فهمت من الأسئلة الماضية أنه لا زكاة على من يملك نصف نصاب ذهب ونصف نصاب نقود، يعني لا يكمل بعضها بعضا، فهل فهمي صحيح؟ ما قلت هذا أنا يا أخي. الفقهاء يقولون يضم بعض النقدين إلى بعض في تكميل النصاب، في تكميل النصاب، يضم بعضهما إلى بعض في تكميل النصاب لأنهما مال واحد، هذا اللي نصوا عليه. نعم، فإن كنت فهمت غير هذا فهو خطأ. نعم.